حسن نصر الله شو نسمينا احنا حسن شنو صارت اسماء كثيره، حسن شرده، حسن بقره. الان هو هسه قاعد يتنازل يريد انسحاب، يقول راح انسحب 8 كيلو زين، وانتم شويه هم انسحبوا 8 كيلو يصير 16 بيناتنا وحبايب نرجع، وراح اسلم سلاحي كل لكم الاسرائيلي بس بشرط توقفون اطلاق النار فوري هسه. طلع نتنياهو وقال له ماكو، نرفض بشده، وبعدين عندنا شروط احنا لازم نسويه وهم ما نوقف اطلاق النار ما نوقف. اولا تسليم كافه انواع الاسلحه لاسرائيل طبعا، وتسليم 68 قيادي، هذول غير هذول قاعد يطقطق بيهم، يطقطق بيهم قضيان وقت يعني، 68 قيادي لازم يسلم، هذول 68 قيادي جديد يعني ما طالع على هذا، هاي يسلمهم بالاسماء، حسب الاسماء، يعطونا قائمه يقولوا له هاي يريدهم 1 2 3 كلهم تجيب 68 واحد، ما تجيبهم ما. الانسحاب مو قبل 38 قالوا له 38 كيلو قالوا له، هسه لا هسه 40 كيلو، تروح 40 يعني مو بس ورا الليطاني، لا لا بعد مو بس بعد ابعد. بالاضافه اذا خلوا شيء يعني هسه هم جايين يقرطفون بيهم، بالاضافه الى استلام الجيش الوطني اللبناني الحدود، لا تخافون عليهم، عندنا بالعراق خير من الله، عندنا قوات راح يجون ويرتبون وراح ينتصرون. عندنا بالعراق احنا على شنو قاعد مربين وذولي 24 ساعه يصرفون الملاهي فلوس، علشان يتدربون بالملاهي، غير هي هاي الساعة اللي نريدهم إن شاء الله يروحون أو روح بلا رجع بعد ما نشوفهم إن شاء الله. هم علشان جاي يتدربون بالملاهي وجاي يتدربون بالكازينوهات وجاي يتدربون ببيوت الدعارة، علشان حتى يروحون هناك حتى يبينونهم كل واحد كرشه الكبرى صار من البيرة، بيرة ومخدرات يعني كلهم هذول هسه تلقى اسمائهم كله جيش الله على الله هذا جايبين اسم الله حشر رب العالمين، ومخلينا وياهم ذا القدرين. الان راح يشوفون راح يروحون، بس ضغطوا عليهم لازم تروح يابا مو شنو هسه دفعوا لهم. انت شفت شلون السيناريو؟ احنا قلنا السيناريو يتغير، الان شفت شلون؟ كانوا وين يريدون يروحون؟ الان طلعوا لهم لعبه، وبعدين جابوه حسن بيجر جابوه يمهم، حتى شنو يقول لهم؟ يلا ما تستحون يعني هذا السعيد راح يودونهم لما يودونهم اكيد.